أنا تخرجت من الجامعة الأمريكية بالكويت، تخصص علاقات دولية. إن شاء الله إن شاء الله ناوية إني أقدم على خارجية، هو طاف الامتحان بس إن شاء الله في second chances. أنا أول مرة أسمع التخصص أصلاً، حتى أهلي لما قلت لهم عن التخصص قالوا إنه شنو هذا، شيء غريب. لأن طول حياتي كنت أقول لهم إن أنا بأدرس برا تخصص أحياء، بس إنه بيولوجي بحرية، فما صار نصيب إن أنا أسافر. قعدت أدور هنا بالجامعات، لقيت AUK تخصص علاقات دولية، هي الجامعة الوحيدة اللي فيها. حسيت إن تخصص غريب وشي جذبني حيل، فاستأنست عليه. بصراحة ما أحب أمشي ورا الناس، ما أحب شيء اسمه هندسة، نص الكويت مهندسين، ليش أنا تخصص هندسة؟ حبيت أكون غير، قلت بس ما لازم تكون غير، أبي أخذ هذا، أبي أدش هذا التخصص علاقات دولية، وحسيت إني راح أبدأ فيه، الحمد لله. من الناحية الوظيفية، أول شيء يعني وايد خايفة منه فقدان الشغف. وايد أسمع من خواتي، من أهلي، من رفيجاتي حتى، إن كلهم شلون هم يقولون إنه بس خلاص، يعني ما له داعي أداوم أخذ طبية، ما له داعي أداوم أخذ استئذان، ما له خلق أداوم، أو إنه بس قاعد داوم وتقعد كذي بالمكتب ما تسوي شيء. يعني أختي توها متخرجة كانت وايد متحمسة إنها تروح سوق، يعني تطلع بسوق العمل وتتوظف كذي، يعني تسوي شيء تساعد في التطور. أول ما توظفت أول أسبوعين كان وايد حماس، بعدها ها شوي شوي صار عندنا هني الأسبوع بأسبوع دوام، فحست إنه كنا ماكو شيء. بعدين فجأة ما في أيام ما قدام فيها، أقول لها يعني استغربت إنه ليش ما قدامين، تقول لي بس يعني الناس اللي حوالي ما قاعد تشتغل ما قاعد تسوي، ليش أنا أشتغل وأسوي إذا اللي معي ما قاعد يسوون؟ على كثر ما تسمعين 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 أنتي ما راح تسوين، أنتي بس راح تقطعين ذوق حق ناس بس راح تسمعين، فراح تحبطين أكثر وأكثر وأكثر. أنا شي أفكر إن أنا أحط حق نفسي أسس، أحط حق نفسي منهج أنا لازم أمشي عليه. أولهم إن أنا ما أسمع الناس، مو كل الناس تبي الخير لك، مو كل الناس تبي تساهم في تنمية تطور الديرة هني عندنا، مو كل في ناس همها بس معاش، مسمى وظيفي ومعاش. إذا أنت يهمك إن أنت تساهمين في تطور وإن تسوين شيء، أكيد ما راح تسمعين حق الناس، وأكيد راح تشتغلين وتواظبين على شغلك. أكثر شيء من الناحية الاجتماعية، ما كانوا يفكرون من الناحية الوظيفية نهائي، يدرون إني شاطرة، أنا أقولها بكل فخر أنا شاطرة وأدرس، فسالفة إن أنا أقدم على وظيفة راح يكون شيء سهل بالنسبة لهم، يعني يدرون بهالشيء. بس أول شيء فكروا فيه لما قلت لهم على تخصص، إيه علاقات دولية وكنا تسافرين وايد، زين الحين إذا سافرتي ما يروح معك، أنت بنية شلون تروحين بروحك؟ ثانياً انت بنيه وصغيره، يعني هناك اذا سافرتي بروحك راح ينقص عليك بسرعه، راح والله يمكن تروحين مني منك كذي، انا ترى كبيره عمري 22 سنه اكيد ما راح ينقص علي بسرعه. وثانيا شلون اذا تزوجتي؟ ان شاء الله اذا صار نصيب تزوجتي شلون راح تسافرين؟ انزين صار عندك عيال، العيال منو معاهم؟ هل كل ساعه انت بتاخذينهم تسافرين؟ لا ما يصير، زي مدارس من اللي بيجاب لهم؟ واهم شيء فكروا فيه يعني انزين انت تخصصك ومسماك الوظيفي احتمال كبير يكون اعلى من ريلك، فهني هذه راح تسبب وايد مشاكل، راح يكون في يعني تفرقه اصلا بالبيت وراح تصير مشاكل بينكم. فكل مخاوفهم كانت من ناحيه زواج صفر، كل هذا راح يكون عائق بالنسبه لي انا ان انا اكمل في وظيفتي. من بدايه من اخترت التخصص وهم يقولوا لي ان ترى تقسم ما يصير، ترى كذي كذي راح يصير، طالعكم عادي شنو يعني الريل مو اهم شيء، وعادي شنو يعني اذا سافرت ما فيها شيء، اذا انا سافرت ليش بس نخلي بس هم هني، يعني ليش نخلي هالمجال او هذا التخصص غالبيته رجال؟ ما يصير، لازم يكون عندنا توازن واتزان بكل تخصصات بكل جهات العمل. فش فيقتنعوا؟